المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من منشطات سودانية. نصحبكم خلالها في جولة مع أهم ما خرجت به الصحف المحلية والعالمية، ومرحبا بكم. الآن نبدأ معكم هذه الجولة من الصفحات الأولى لصحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم، والتي تناول عدد من منشطات خبر الخلافات التي نشبت داخل حزب الأمة بسبب لجنة استقبال المهدي. وفي صفحة آخر لحظة الأولى والتي انفردت بمنشط ثان جاء فيه البشير إلى قطر اليوم. وإلى المجهر، ومنها نقرأ المنشط الرئيس والذي جاء يقول البنك المركزي يلغي تراخيص 5 صرافات بسبب مخالفات. ومن الوطن نقرأ لكم المنشط الثاني وفيه مستقلو البرلمان يطالبون بوزارات في الحكومة القادمة. وإلى أخبار اليوم، ومنها نطالع المنشط الرئيس إحباط مخطط لتفجير ملعب الجوهرة عشية مباراة السعودية والإمارات بواسطة خلية بين أفرادها سوداني. ومن الصفحة الأولى بصحيفة الرأي العام نقرأ لكم المنشط الرئيس والذي حمل تصريحا من الرئيس الكيني. الرئيس الكيني يقول الحوار السوداني يصلح لمعالجة مشكلات إفريقيا. ومن الانتباه نطالع المنشط الثاني والذي يقول الكشف عن بناء محطة كهربائية نووية. ومن الصيحة نقرأ لكم المنشط الرئيس والذي حمل تصريحات حكومية. الحكومة الدعوة لقصر دور الأمن على جمع المعلومات رومانسية. ومن التيار نقرأ المنشط الرئيس حل المؤتمر الشعبي. ومن صفحة الجريدة الأولى نقرأ لكم تأزم الأوضاع بسنار واستدعاء وزير الداخلية بالبرلمان. ونقرأ لكم منشط جون الرئيس والذي يقول أمين عام هلال التبلدي ينفي تحويل مسار اللاعب للمريخ ويؤكد لجون أبو 6 لاعب رسمي للهلال ونحن نتراجع عن كلمة الرجال. هذه جولة في ختامها مع المنشطات الرئيسية من صحيفة الصدى. نقرأ لكم منشط رئيس بها يقول المريخ يصرف النظر عن الإقرارات ويرمي بثقله في اليوم الأول لتسجيلات غدا. فاصل قصير والصفحات الداخلية ابقوا معنا. هذه الجولة نبدأها بالصفحة الثالثة من صحيفة آخر لحظة، ونقرأ لكم عنوان التقرير الذي أعدته الصحفية أحلام الطيب. قام بزيارة تاريخية للخرطوم الرئيس كينياتا، كينيا يا حلاتا. وإلى الصفحة السادسة من اليوم التالي والموسومة بقضايا ساخنة، نقرأ لكم عنوان القضية التي تناولتها الصحفية مي عز الدين. يتزايد الإقبال على المدارس الأجنبية يوما بعد يوم، وأمس الظاهرة في مجتمعنا وليدة حاجة المجتمع إلى اللغة لمواكبة واستيعاب ثورة المعلومات، ربما البرستيج عاوز كده. ومن صفحة الرأي العام الرابعة الموسومة بتحت الضوء نقرأ لكم ما عدته الصحفية إحسان الشايقي تحت عنوان بعد إجازة خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بحلول 2019 القمح فرص تمزيق فاتورة الاستيراد. والآن إلى الصفحة الخامسة من الصيحة، ومنها نقرأ لكم أهم خطوط الحوار الذي أجراه عبد الهادي عيسى مع الأمين العام لتحالف قوى المستقبل مبارك حامد دربين، والذي صرح للصيحة عبر مضامين هذا الحوار بالآتي: لن ننسق مع قوى الإجماع الوطني إلا إذا تخلت عن فكرة إسقاط النظام. وقال أيضا الطيب مصطفى كان زاهدا في رئاسة التحالف وتم إجباره على منصب الرئيس. وإلى صحيفة الانتباه، ومن صفحتها السابعة نطالع معنا التحقيق الذي أجرته الصحفية سارة إبراهيم عباس تحت عنوان الذبح الكيري صحة المواطن في خطر. وأوردت تصريحا من الجزارين الذين اعترفوا بأن البعض منهم يغش المواطنين. وشمل التحقيق أيضا تحذيرا من طبيب بيطري يتخوف من انتشار وغزو اللحوم المخالفة للمواصفات للأسواق. ومن صفحة مال وأعمال في السودان نتابع أهم أخبار الاقتصاد من الصفحة 11 التي تشرف عليها الصحفية هالة حمزة، ونقرأ بعض عناوينها: توقعات بارتفاع إنتاج النفط عالميا إلى 100.4 مليون برميل للعام 2040 بواقع 5 جنيهات. وكلاء غاز: زيادة أسعار الغاز مرتبطة بتحرير السلعة والدولار تزامنا مع نظرائه. مصرف الادخار يحتفل باليوم العالمي للادخار دول مدني. ونمضي الآن إلى صحيفة المجهر السياسي ومن صفحاتها الداخلية وتحديداً الخامسة
ننقل لكم بعض عناوين أخبار الحوادث والجريمة. وفيها الحكم بإعدام 4 مدانين بالقتل والنهب في أحداث السليد، تاجر يكشف عن تفاصيل الاحتيال عليه من قبل المسؤول ببنك الخرطوم، السجن 3 سنوات على عاملتين استولتا على 20 غراما من الذهب، وأخيرا أحكام بالسجن والغرامة على شاب أدين بتهريب الأسلحة. نختتم معكم هذه الجولة من الصفحة العاشرة بصحيفة الصحافة، ونقرأ منها عناوين الصحافة المحلية. تسجيلات وتنقلات لاعبي أندية الدوري الممتاز تنطلق غدا وتستمر حتى 30 نوفمبر. رئيس الغرفة الفنية للتسجيلات باتحاد الكرة: قيمة أورنيك تسجيل المحترف الأجنبي 10,000 جنيه، والوطني 5,000، والهاوي 3,000 جنيه. منتخب الشباب يختبر لاعبين جدد. وأخيرا أهلي شندي يغلق الطريق أمام القمة ويجدد لصدام. فاصل قصير وأعود بكم إلى أعمدة الرأي، قم معنا. إلى أهم ما جاء في الرأي، نبدأ هذه الجولة بصحيفة الصيحة ونطالع فيها ما كتبه رمضان محجوب في زاويته الراتبة أنواع، تحت عنوان فواجئ ممتدة، والتي يقول فيها بأسى: تأبى فواجعنا غير التمدد رأسيا وأفقيا، واضحينا لا ندري كما يقول المثل الشعبي تلقاها من وين ولا من وين. ويذهب في سرد فواجئه الممتدة ويقول: آخر حلقات الموت الضميري، ضبط شرطة ولاية الخرطوم عدد من ماتت ضمائرهم وهم يبيعون اللحوم المذبوحة بطريقة غير صحيحة الكيري، وآخرين يصنعون الزيوت في مصانع تخالف المواصفات الصحية. ويواصل الكاتب استعراض مظاهر الموت الضميري بتحذير السلطات من انتشار ظاهرة الاحتيال بواسطة تحويل الرصيد باستخدام وسائل الدجل والشعوذة. ويعلق رمضان على المظاهر التي سردها قائلاً: كارثة اللحوم الكيري في رأيي ترجع لفوضى رقابية، وتوضح جليا أن هنالك ممارسة من هذا النوع تتم بصورة منتظمة وربما في أماكن عدة. ويضيف محجوب قائلا: أما عن فوضى المصانع العشوائية خاصة مصانع زيوت الطعام، فقد تناقلت الأنباء عن خلط زيوت مستعملة بزيوت صالحة بعد شراء الزيوت المرتجعة من المطاعم الكبيرة جهارا نهارا. ويشير الكاتب إلى نموذج آخر يقول إنه ناتج عن انعدام الرقابة، وهو رواج تجارة الدجاج النافق في الأسواق الطرفية تحت مسمى الله كتلة. ويأتي على حد قوله من المزارع والتي من المزارع التي تفقد يوميا نسبة مقدرة من الدجاج لأسباب عدة، منها المرض والكمية الكبيرة التي تتعدى المئات. ويعلق قائلا: كل ذلك يحدث وسيحدث في ظل غياب جهاز رقابي فاعل وغياب الضمير الإنساني لتجار الموت. ويختم زاويته بتأكيده على ضرورة إحكام الرقابة على مناطق الولاية الثلاث وأطرافها، ويرى أن الدولة مطالبة اليوم قبل الغد بتفعيل آلياتها لضبط حركة سوق الغذاء لأن ما يحدث فوضى عارمة. وقال خاتما: ليتهم يستبينون النصحة قبل ضحى الغد. وإلى صحيفة التيار نتابع زاوية العصب السابع لشمائل النور، والتي كتبت اليوم تحت عنوان هي فوضى، وتقول: بعد أزمة النقد الأجنبي اتخذ البنك المركزي عدة تدابير لتجاوز مسألة توفيره للأغراض الضرورية، والضرورية هذه كما أوضحت من بينها الدواء. وتبرر الكاتبة هذه الخطوة بسرد خلفيات تاريخية لأزمة الدواء بالبلاد، والتي انفجرت في العام 2013 بتوقف 30 شركة عالمية من إمداد البلاد بالدواء، مما دفع المركزي لتأهيل شركات لاستيراد الدواء. وتواصل شمائل قائلة: لكن ما حدث بعد فترة أن المركزي حظر 34 شركة، بينها 32 شركة لا تعمل في مجال استيراد الدواء. وتشرح الكاتبة هذه النقطة استنادا إلى تصريحات غرفة مستوردي الأدوية، وتقول: هذه الشركات مسجلة رسميا باعتبارها شركات طبية تستورد الدواء، لكن الشركات الطبية لا تعمل حسب رخصتها. وتشير إلى أن هذه الشركات تمتعت بامتيازات الاستثناءات الممنوحة من البنك المركزي لتقوم باستيراد ما هو غير دواء. وتنقل الكاتبة تفسير المجلس القومي للأدوية والسموم، وهو الجهة المعنية بذلك الأمر، والذي يقول فيه: وذلك قبل شهور عدة، إن معظم هذه الشركات قامت بتزوير مستنداتها للحصول على النقد الأجنبي، رغم أن اللجنة المكونة لتخصيص النقد الأجنبي وضعت آلية وضوابط يستحيل معها التحايل أو استغلال النقد لغير الدواء. شمائل النور تتساءل عما حدث بعد مرور 3 أشهر على هذه الواقعة بشأن هذه الشركات: هل عوقبت بالحظر؟ وهل تم استرداد الكم الهائل من النقد الأجنبي من هذه الشركات؟ بل هل حظرت فعلا أم كان بيع كلام؟
وتجيب على تساؤلاتها نقلا على ما أوردته صحيفة الجريدة عن اتجاه لجنة الصحة بالبرلمان لاتخاذ قرارات باتجاه شركات الأدوية التي استغلت 10% من عائدات الصادر لأغراض أخرى غير استيراد الدواء. ونقلت أيضا تصريحات الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك أمام البرلمان بعد أن دعاها لحسم الشركات المخالفة، وقال: أتمنى أن نسمع أخبارا بمقاضاة تلك الشركات وإرجاع الأموال. وتذهب شمائل متسائلة مجددا: إذا كانت الإمدادات الطبية تعاني نقصا في الأدوية المنقذة للحياة، والسوق يغرق في الدواء المغشوش والذي يدخل البلاد عبر التهريب، فكيف لا يحدث كل ذلك؟ وتواصل: من المؤكد أن هنالك مافيا تسيطر على سوق الدواء وتتحكم في صحة الناس، هي ذات المافيا التي تخرق اللوائح والضوابط إن كانت في البنك المركزي أو وزارة الصحة. واختتمت بقولها: لن يكون هنالك قانون يطبق يحاسب ويعاقب في ظل فوضى مستشرية في القطاع الصحي. ورغم كل هذا فهي تتعجب من أن هنالك من يقارع الحجة بالحجة أن ما عليه الوضع الدوائي هو نتاج العقوبات الأمريكية التي تحولت لشماعة فشل تستوعب الجميع. وقالت: الصحة بحاجة لاسترداد أخلاق قبل الدواء. ومن صحيفة التيار ننتقل إلى اليوم التالي لنقرأ للكاتبة داليا الياس وننقل ما كتبته في زاويتها بالصفحة الأخيرة اندياح عمن سمتهم خبراء النكد، وتبدأ بقولها: البعض يبرع في حطتك بالتوترات والقلق والاستياء، يمارس ضدك التنكيد بحرفية بالغة وكأنها موهبة تميزه، يحرف الأحاديث ويلاحق الوقايع ويغير مجرى التوقعات والمقاصد. نحن ما لم ولن يعنيه فيفسد حياتك ويثير الفتن والضغائن ويلقي بك في دائرة الاتهام، فتظل تبحث عن مخرج وتستميت في تبرير تصرفاتك ودفع الاتهامات عنك. وبعد أن شرحت الكاتبة نوعية من الناس يبدو أنهم المغيبون بمسمى هذه الزاوية خبراء النكد، تساءلت: لماذا يجب أن نتحمل وجود هذه النماذج في حياتنا؟ وأيضا لماذا علينا دائما أن نمد حبال الصبر والتسامح والتغاضي وإيجاد الأعذار؟ وتواصل في تساؤلاتها: لماذا يجب علينا أن نؤذي أنفسنا بالصبر على علاقات كثيرة الشد، كثيرة الاستفزاز، كثيرة الوجع، مليئة بسوء الظن وربما الأحقاد؟ وأيضا: هل كتب عليك أن تعيش عمرك وأنت تلهث للتبرير وإثبات براءتك؟ وترد الكاتبة على هذه التساؤلات بقولها: العلاقات الإنسانية لم تخلق إلا من أجل أن نسعد بعضنا البعض ونتعارف ونتراحم ونتعايش ونتآنس ونتعاون ونتقي الله جميعا. وتحرر الكاتبة روشيتا لمن يقع فريسة ما جرى وصفهم سابقا بقولها: من يؤذيك ابتعد عنه. البيئة التي تزعجك وتخنقك غيرها. الشخصيات التي تمعن في الاستهانة بك وجرح مشاعرك وتعمل مناكفتك وتبخيسك فرقها غير آسف عليها. وأيضا استعصم بنواياك الطيبة، فارقها ولا تشغل نفسك بمراقبة النواقص من الناس، ناقصي العقل والعاطفة والتقوى. لا تنصرف من نجاحاتك بمتابعة ابتكاراتهم النتنة، ولا ترهق ذهنك بالتساؤلات والاستغراب والاستهجان وتلهيك عن سعادتك وراحتي بالك وضميرك. وتواصل الكاتبة: لا تشارك في الحوارات السلبية والنقاشات الحادة لتقع في فخ الانزلاق فيجدون عليك ذريعة، ارمهم خلفك ظهرك. لا تفكر في الماضي، خطط بإيجابية للغد وتفرغ للبحث عن الرضا والقناعة والارتياح. وتقول: نحن لم نخلق لنهان أو تجرح مشاعرنا أو يستعبدنا البعض. وتختتم زاويتها بهذه العبارات: هنالك فعلا من يمتلك طاقة فطرية للدوران في فلك النكد، يؤرقه انسياب الحياة في مجاري الإلفة. لا تغير مسارك ولا تبدل أفكارك ولا تتنازل عن مشاعرك، فالتبغيض يبقى تبغيضا والكثرة تغلب البشاعة، وتلوح به خمائر العكننة في حياتك، لابد وأن تتبخر بفعل تميزك. ونختم من زاويته قضايا وآراء بأخيرة الانتباه، حيث يكشف الكاتب كمال عوض عن جراحات ضرورية لاستمرار الحياة في الخرطوم ويقول: كتبنا أكثر من مرة عن التمدد السكاني في ولاية الخرطوم التي صارت قبلة أهل السودان من المناطق المختلفة، وقلنا حتى يسع الماعون وتستوعب الهجرات المستمرة لابد من وضع خطط تطور البنى التحتية للمدينة لدرجة أن يعيش الملايين من المواطنين دون أن يكون هنالك قصور في أي موقع من المواقع، ويشير إلى خدمات لابد من توفرها بالمدينة وهي تهم المواطن بصورة مباشرة تتمثل في المياه والكهرباء والمواصلات، التي ظل المواطن في معاناة مستمرة معها ولسنوات طويلة رغم التطمينات والجهود المبذولة. ويحاول الكاتب عبر زاويته الغوص في عمق هذه المشكلات وطرح الحلول
فيما يتعلق بمشكلة المياه، يرى أنها تتفاقم في فصل الصيف لزيارة الاستهلاك والذي يضغط على المحطات والتي كما قال تعمل بطاقتها الغصبة لتغطية الفجوة. ويرى الحل في أن تتجه هيئة مياه الخرطوم للمحطات النيلية وتستغني عن الآبار. ويشرح كيفية ذلك بتأهيل محطة المجرن ورفع إنتاجيتها لتضخ كميات إضافية من المياه لتعمل جنبا إلى جنب مع محطات سوبا والمنارة وجبل أولية والشجرة، وتستصحب ذلك بصيانة كاملة للشبكات وإنشاء خطوط جديدة تتحمل الضخ العالي. ويدلف الكاتب إلى مشكلة المواصلات عبر الإشارة لمشكلات الطرق ويقول: مضطرون لأن نسأل عن جودة الردميات وعمليات الصيانة التي تتم فيها، لأنها كما قال لا تستمر طويلا ويعود الحال كما هو. ويضرب مثلا بشارع السيد عبد الرحمن والذي عانى فترات طويلة من الإهمال وصار مشهد الحفر والمطبات والمنهولات فيه عاديا، ويستدرك قائلا: صحيح أن العمل أخذ وقتا طويلا، لكننا الآن نجني ثمار التخطيط السليم بانسياب حركة المرور بصورة اعتيادية في قلب الخرطوم. ويتجه الكاتب مباشرة بعد استعراض أزمة الطرق إلى تشخيص أزمة المواصلات والتي قال أنها تحتاج إلى جراحة عاجلة تعيد الحياة للمحطات، وأضاف: نأمل من هيئة النقل أن تقوم بمهامها كاملة في تحديد مسارات البصات ومحطات الوقوف وإنفاذ مشروع المواقف الخاصة وإنشاء ورش للصيانة أو لصيانة البصات وتفريغ وسط الخرطوم أوقات الذروة بتوفير المواعين المهيئة لنقل المواطنين. ويختتم زاويته بالإشارة إلى مشكلة الكهرباء والتي دعا فيها المسؤولين إلى تلافي مشكلة القطاعات المبرمجة والتغلب على إشكالات التوليد وضعف الشبكات باتخاذ التدابير اللازمة قبل وقت كافي من حدوث المشكلة، بعد أن قال إن استقرار التيار الكهربائي دليل آفية في الدول التي تسعى لتحسين أوضاعها بزيادة الإنتاج والصناعات. وختم زاويته بضرورة الارتقاء بمشروعات الصرف الصحي بالاتفاق مع شركات متخصصة، ضاربا المثل في ذلك بمحطة والدفيعة بالحاج يوسف والتي سيجري افتتاحها على حد قوله في الأيام المقبلة. فاصل وأنتقل بكم إلى الفقرة التحليلية التي أصحبني فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أبو العزائن، ابقوا معنا. أهلا بكم في فقرتنا التحليلية التي أصحبنا فيها الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أبو العزائن، السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام ومرحبا بمشاهدي سوداني 24، أهلا وسهلا. أبدأ معكم هذه الجولة من صحيفة الصحافة ومنها نقرأ: البشير وكينياتا يبتدران حملة لمناهضة القرارات الأحادية ضد السودان. اتفق الرئيسان عمر البشير والكيني وهورو كينياتا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والعمل جنبا إلى جنب لحل قضايا القارة، وأعلن ابتدار حملة دبلوماسية وسط الدول القارة والمنظمات الدولية لمناهضة الإجراءات الأحادية المفروضة على السودان وبعض الدول الإفريقية، فضلا عن مواصلة التنسيق والتعاون لتطبيق قرار الاتحاد الإفريقي الخاص بانسحاب الدول من المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن البشير موافقته على تلبية الدعوة التي قدمها له كينياتا لزيارة نيروبي قريبا وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة هناك. وبحث الرئيسان الأوضاع في دول القارة خاصة تدفق اللاجئين الفارين من النزاع في دولة الجنوب إلى السودان، وجددا المضي قدما في حل الأزمة عبر الإيجاد وجهود الاتحاد الإفريقي، وأكد أن استقرار دولة الجنوب من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإنشاء المشاريع الاستراتيجية، خاصة أن السودان وكينيا سيظلان جارين رغم انفصال دولة الجنوب. وقال بيان صادر في ختام زيارة الرئيس الكيني للسودان أمس التي استمرت يومين إن البشير وكينياتا استعرضا أوجه التعاون المشترك بين البلدين وإمكانية استفادة كينيا من تجارب السودان في مجال التعدين والنفط ونقل تجارب كينيا من مجال الفندقة والسياحة. وأعرب الرئيسان عن رضاهم التام على مستوى المتطور للعلاقات المشتركة وأكدا الاستمرار في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأشار المشير البشير أشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السودانية الكينية، وقال في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيسان أمس بالقصر الجمهوري إنه على الرغم من قصر مدة الزيارة إلا أنها كانت زيارة مليئة بالنشاط واللقاءات. أستاذ، كيف تقيم نتائج زيارة الرئيس الكيني للخرطوم؟ حقيقة هي بتجي وسط يعني متغيرات كثيرة في المنطقة، وسط تطورات برضو كبيرة في المنطقة بما يحدث الآن في دولة جنوب السودان. أفتكر أنه ده واحد من الملفات المهمة التي نوقشت خلال هذه الزيارة، وإن لم يسلط عليه الضوء كثيرا يعني، لكن وبعدين بتجي برضو في ظل تنامي كبير جدا لدور السودان في محيطه بتاع دول الجوار ومحيطه الإقليمي. ولو لاحظنا أنه خلال الفترة الماضية زار السودان عدد كبير جدا
من رؤساء الدول الجوار، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التشادي إدريس ديبي، يعني كبار مسؤولين من دولة أثيوبيا. الآن هنالك وزير أثيوبي، وزير الفيدرالية، شؤون الفيدرالية موجود في الخرطوم، وسيعقد غدا برضو مؤتمر صحفي حول ما يحدث في أثيوبيا. والرئيس الرئيس الجنوب السودان زار السودان أيضا، والنائب الرئيس زار السودان. فأنا أفتكر أن السودان عنده دور كبير جدا في الفترة القادمة، حيلعبوا لوقف نزيف الدم في دولة جنوب السودان. بعدين مبادرة السودان التي كان طرحها وفد السودان اللي كان بيقوده السيد النائب الأول الرئيس الجمهورية سعادة الفريق أول بكري حسن صالح، بأن يحال ملف قضية دولة الجنوب إلى الإيجاد، وحدث هذا بالفعل. هنالك زي برضو تنسيق ثلاثي ما بين الدول المتأثرة والذات التأثير برضو على ما يحدث في جنوب السودان، السودان وكينيا وأثيوبيا. أنا أفتكر الزيارة تجي في هذا الإطار، وإن كان هنالك برضو يعني ملفات أخرى تم بحثها، من بين مسألة التعاون في مجال التعدين، في مسألة النفط، هنالك شواهد بترولية الآن في كينيا قد تستفيد من تجربة السودان. أيضا يعني مقابلة يعني رئيس الحوار الوطني البروفيسور هاشم مقابلته للرئيس الكيني برضو، لأن الرئيس الكيني ما كان شهد الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار، ربما أطلعوا فيها على مؤكد مش ربما أطلعوا على مخرجات الحوار الوطني، أطلعوا على أداوا صورة من الوثيقة تحت التوافق الوطني، ويمكن ده يعني يخلي الرئاسة الكينية تبتعث يعني وفد يعني لدراسة هذا الأمر والاقتراب أكثر من ما توصل إليه مؤتمر الحوار الوطني. أفتكر زيارة هي مهمة لكل الطرفين، مهمة للسودان ومهمة لكينيا. وحقيقة يعني رغم وجود دولة جنوب السودان ما بين كينيا والسودان، لكن العلاقة هي علاقة حميمة جدا وقوية جدا، ويمكن يظهر لك هذا في حتى في بعض المشروعات، صحيح ما كثيرة يعني، لكن مهمة جدا في التعاون الاقتصادي، زي زيارته لأحد مصانع الشاي ووقوفه على تفاصيل شاي كيني، تعاد تعبيته، تعاد خلطه يعني وفق المواصفات العالمية للاستهلاك المحلي، وربما المسألة تمشي لقدام يبقى للتصدير. طيب بشير، كينياتا اتفق على مواصلة مناهضة المحكمة الجنائية الدولية، بل يعني كينياتا أعلن عن تشكيل محكمة إفريقية تابعة للاتحاد الإفريقي. طيب ده يعني ستكون هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة يعني للأفارقة، ما يتوافق عليه الأفارقة ويصدر من تحت مظلة الاتحاد الأفريقي هو اللي ممكن يكون يعني الأنفع والأجدى للقارة، وممكن يكون بديل للمحكمة الجنائية الدولية. وأنا أفتكر إنه السودان يعني رغم ما يعني يتردد ويقال والحملات ضده في أجهزة الإعلام الدولية، لكن أفتكر إنه هذا النظام رضي معارضوه أم لم يرضوا، وافقوا أم لم يوافقوا، نظام ذكي استطاع أن يحطم شيء اسمه المحكمة الجنائية الدولية، قلب عليها كل القارة، لأنه مستهدف القارة الأفريقية دون أو مستهدفين قادة دول العالم الثالث دون الغرب ودون الولايات المتحدة التي لم توقع حتى على ميثاق روما. العشر قضايا عرضت أمام المحكمة الجنائية للبحث حولها، لم تكن من بينها يعني كلها فيها تسعة أفريقية، تسعة قضايا أفريقية من أفريقيا، يعني حقيقة فيها ظلم كبير. أفتكر السودان استطاع أن يحطم هذا العدالة الانتقالية التي تم الحديث عنها مؤخرا، هل يمكن تكون بديل لموضوع المحكمة الجنائية؟ ممكن تكون بديل، ممكن تكون بديل، جربتها عدة دول يعني فيما سبق. نعم، وأنا أفتكر أنه المحكمة التي دعا لها الرئيس أوهورو كينياتا هي ممكن تكون البديل الفعلي والموضوعي والمنطقي والمقبول لدى الدول الأفريقية. طيب أستاذ مصطفى، يعني عطفا على هذا الموضوع، على اجتهادات الأفارقة للتخلص من تأثيرات الغرب عليهم، كانت هناك دعوات لإيجاد عملة إفريقية مشتركة وموحدة، كانت هناك دعوات للاستغناء عن الدولار، دعوات الآن للاستغناء عن المحكمة الجنائية الدولية. رغم ذلك بعد ذلك تواجه القارة بقادتها لمحاولات مستميتة من الغرب لإسكات هذه الأصوات الثائرة. برأيك يعني هذا الموضوع هل سيؤثر على 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 العلاقات ما بين القارة الأفريقية وما بين دول الهيمنة الكبرى؟ والله هي طبعا هي تستغل الظرف الاقتصادي وتمارس الضغوط
على هذه الدول لإخضاع، وزي ما بنقول زمان نحن الاستعمار خرج من الباب وعاد من الشباك. لكن عندنا نحن تجربة في السودان، وتجربة حقه مطمور ساكت للأسف. نحن يعني في السودان وفي أفريقيا يجب أن ننظر لما حدث في السودان وما يسمى بالحصار الأمريكي والمقاطعة، يجب أن ننظر له بعين أخرى. يعني هذا النظام القائم في السودان مورست عليه المقاطعة والحصار منذ سنوات ولم تتأثر كثيرا، يعني استطاع الصمود في وجه الحصار والمقاطعة الاقتصادية، وكانت هنالك بدائل، اتجه شرقا، اتجه نحو الصين، اتجه نحو روسيا، اتجه إلى الدول الواعدة الآن زي البرازيل، زي الهند وكذا. وإنه كأنما هي رسالة لأفريقيا ولكل الدول المستضعفة أو التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إنها تخضعها، بأنه تبعت لهم رسالة وتقول لهم هؤلاء ليس هم حكام العالم، العالم الآن يجب أن تحكموا زي ما أنت تفضلت قبل شوية، يعني العدالة في التعامل، يجب أن تحكموا العدالة في توزيع الثروات واستخراجها وكذا. أنا أفتكر أنه الاتجاه نحو الوحدة الأفريقية قد يأخذ وقت، يعني حتكون في حرب عنيفة على هذا الأمر، لكن إذا خلصت النوايا وجد القادة الأفارقة في هذا الأمر وأحيوا وأنعشوا آمال يعني كانت زمان في قلوب الشعوب الأفريقية وعبروا عنها حقيقة، ممكن أن تصل إلى العملة الأفريقية الواحدة، ممكن أن تصل إلى الجواز الأفريقي، يعني هذا كله هي مجرد أحلام، يعني حتى الإنجازات الكبرى تبدأ بأحلام. صحيح صحيح. نعم أتواصل معك، ولكن ننتقل إلى صحيفة الانتباه، ومنها نقرأ إلغاء تراخيص 5 صرافات وفي التفاصيل. أعلن بنك السودان المركزي إلغاء تراخيص صرافات عاملة بالبلاد، وذلك لمخالفتها اللوائح والضوابط التي تنظم أعمال شركات الصرافة لسنة 2011، ووجه إنذارات لأخرى ولوح بإيقافها، وأوقف المركزي 5 صرافات. وقال حازم عبد القادر المتحدث باسم البنك أن قرارات الإلغاء والإنذارات تأتي في إطار المراجعة الدورية لأعمال الصرافات ودور بنك السودان المركزي في المراقبة والإشراف على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بغرض تنظيم وتقويم أداء الصرافات لتؤدي دورا مهما في جذب التحويلات غير المنظورة. يعني لفترات متقاربة ألغى بنك السودان المركزي تراخيص عدم الصرافات. يعني والله يا أخي هو مرات يعني القانون بيكون فيه جمود، يعني يطبق بحذافيره دون مراعاة الظروف يعني هذا يعني قانون يعني. لكن أنا حقيقة متعاطف مع أصحاب هذه الصرافات ومتعاطف مع كل الذين يعملون في هذا المجال، وما متعاطف مع بنك السودان على الإطلاق يعني في اتخاذ هذه القرارات. لأنه أنت بتقول لي ضمان التحويلات شنو، أنت عندك سعرين، عامل سعر خاص وعامل سعر، والسوق الموازي عنده سعر آخر. لابد أن تتوحد هذه الأسعار، لابد أنت اللي بتجذب يعني المدخرات المغتربين. الآن يعني المليارات تدخل بطريق يعني زي ما نقول إحنا باللفة، يعني باللفة. لا تدخل عن طريق القنوات الرسمية. لابد أن يعني ننظر لهذا الأمر نظرة جادة ونظرة موضوعية ونظرة يعني تراعي مصالح المواطن ومصالح مصالح الجهات التي تعمل في هذا المجال ومصلحة السودان عموما. طيب يعني ما هي نوعية المخالفات التي ارتكبتها هذه الصرافات؟ أنا ما أعرف المخالفات، هو ما ذكر المخالفات، لم يذكر. لكن يعني مخالفة هتكون شنو، المرة فاتت وقفوا عدد من الصرافات وقال إنها تتعامل في مسألة العملة يعني كأنما تشتري وتبيع بالأسعار الموازية وكذا. لكن أنت أصلاً دي مسؤولية الدولة ما مسؤولية الصرافات. يعني أنا أفتكر إنه لابد أن يكون السعر واحد، ده الحل الوحيد لمشاكل العملات الأجنبية في السودان، الحل الوحيد لمشكلة الضيق الذي يعاني منه الناس. ما ممكن أنا كتاجر ومستورد وصاحب شركة تجبرني إنه يعني استورد هذه البضائع وتحسب لي قيمة الدولار ب7 جنيه و8 جنيه ما أدري قيمته كم، وتجي في النهاية وأنا أحصله من السوق الأسود، يعني عندي فارق بتاع 7 جنيه أو 8 جنيه، ده ضعف. أيوة خسائر حتكون متحملة أنا. صحيح. وحتبقى مش خسائر حقيقة، أنا ما حأخسر، لكن حتبقى عبء أكبر على المواطن، يعني السلعة سعرها حيزيد على المواطن، مثلا ماشي تؤدي للتضخم وتؤدي لكذا. أنا غير متعاطف بالمناسبة مع أي قرارات ضد هذه الصرافات. سأتواصل معك للحديث حول هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد في منشطات سودانية، ولازلنا في الفقرة التحليلية وضيفي الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أبو العزايم. أستاذ مصطفى، نتحدث عن قضية الصرافات، يعني هل نحن محتاجين لمزيد من الضوابط لضبط عمل الصرافات في السودان؟ نحن عايزين لضوابط. هو شوف، عملت التحرير يعني أنت متابع سياسة التحرير الاقتصادي، يكون عندك ضوابط للتعامل مع البنك المركزي ومع هذه الصرافات. وللأسف الشديد الآن طبعا تحول الدولار نفسه إلى سلعة تتداول في الأسواق، فإذا ارتضيت أنه يكون عملة تعامله بقيمته الحقيقية، وإذا ارتضيت أنه يكون سلعة تعامله وفق قانون العرض والطلب، أنا ما شايف في معنى أنه الناس تتدخل في تحديد سعر الدولار. ويمكن يعني ده تقريبا بيسبب خسائر كثيرة جدا لبعض الذين يتعاملون في السوق، ويترتب على هذا ارتفاع في بعض أسعار السلع وفي كثير من أسعار السلع المستوردة، ويدفع ثمن المواطن، يدفع الفرق المواطن. فأصلا أنا أفتكر أنه حقه ما يكون في تحديد يكون عندنا سعرين للدولار. بتواجهك مشكلة تانية، حتى إذا عايز تعمل تحويل من داخل السودان أو لخارج السودان، من خارج السودان حولت عن طريق البنوك، مؤكد أنها حتديك بالسعر الرسمي. وعشان كده الناس بتدخل يعني بتدخل عن طريق العملات في جيوبها وتبيعها في السوق. لو عايز أحول دولار خارج السودان وقد تضطر لهذا الأمر، وحصل لنا شخصيا قبل كده، مشيت لإحدى الصرافات قال لي تجيب لنا دولار عديل نحوله لك، اشتري من برا. اشتريت من برا، اديتهم دولار عشان يتم تحويله في الخارج لزول كان بيحتاج حقيقة انه يتم تحويل هذا المبلغ له خارج السودان، وبعد يشيل منك نسبة تحت الدولار يعني قبل كذا. فانا افتكر انه المسألة تتحرر تماما. يعني بصراحة يعني الخبراء الاقتصاديين في السودان والبنك المركزي ويعني وزارات وزارة فيها خبراء من الوزراء المتعاقبين، يعني هذه المشكلة هي بهذه الصعوبة، يعني هي ما بهذه الصعوبة، لكن انت عارف المدارس الاقتصادية مختلفة. يعني اكثر المدارس الاقتصادية يعني وكثير من الناس يتبنوا يعني افكار يعني مختلفة عن الاخرين، وبيمشوا ما يرونه انه هو الصحيح الان. لكن بالنسبة للاقتصاد يعني ليس افضل من ان تترك كل الامور، انت عليك كدولة تراقب بحيث انه ما يحصل خداع، ما يحصل تشيتنج للناس، ما يحصل احتيال كده، لكن اترك الامور كما هي. يعني من المستفيد الاول فرق السعر هذا ما بين السعر الرسمي وبين سعر السوق الموازي؟ هذا الفرق من هو المستفيد؟ انا افتكر انه بنك السودان يعني يعني بغرض توفير جزء من العمله الصعبه، لكن هو فيه اضرار كبيره، يعني فيه اضرار كبيره. وانا افتكر حيستفيد اكثر لو 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 حرر حتى التعامل ده، لانه الان انا يعني انا اتوقع انه المغتربين السودانيين لو فتحت لهم ازمه يكون عندهم تحويل 6 مليار دولار في الشهر، صحيح، مش في السنه. يعني تخيل هذا الامر، انت عندك كمغترب في اوروبا وفي دول الخليج وفي بعض الدول العربيه وفي الولايات المتحده الامريكيه وفي استراليا، وناس كلها بتحول لاهلها، صحيح. في فانا افتكر انه وغايته نحن يعني نسال الله انه يعني بصيره هؤلاء ربنا يفتح عليهم ويروا رؤيه صحيحه يعني ان شاء الله. انتقل بك من هذا الموضوع الى موضوع اخر في صحيفه السوداني. السوداني تنشر قصه السوداني المتهم في الخليه الارهابيه بالسعوديه. وفي التفاصيل، اعلنت وزاره الداخليه السعوديه لحد ضبط خليتين ارهابيتين كانتا تخططان لمهاجمه رجال امن ومنشات حيويه منها ملعب الجوهره في مدينه جده غربي السعوديه. واعتقلت السلطات الأمنية السعودية 14 شخصا متورطا في التخطيط لهجمات إرهابية، بينهم سوداني يدعى عبد العظيم الطاهر عبد الله الطاهر، ويجري البحث عن 9 آخرين مطلوبين في هجمات أخرى. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن تنظيم الدولة الإسلامية خطط لتنفيذ هجمات تستهدف رجال أمن سعوديين. وأضاف أن السلطات الأمنية أطاحت بخلية إرهابية مكونة من 10 أشخاص تتخذ من محافظة شجرة منطلقا لأعمالها. وأشار المتحدث باسم الداخلية السعودية إلى أن السلطات تمكنت أيضا من كشف مخطط إرهابي لاستهداف ملعب الجوهرة في جدة بسيارة ملغومة إبان مباراة لكرة القدم بين المنتخبين السعودي والإماراتي التي أقيمت في 11 من الشهر الجاري. أستاذ مصطفى، يعني بعد محاولة الحدوثيين إطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، خليتين إرهابيتين في المملكة الآن. نعم، أنا غريب اليوم كاتب عن مسألة مرتبطة ببعض. أنا كاتب عن مسألة الهجوم على محاولة الهجوم على مكة المكرمة بصاروخ باليستي، تم اعتراضه
على بعد 65 كيلو من الحرم في محافظة الطائف. سبقوا أيضا صاروخ باليستي. مجمل ما تم إطلاقه من صواريخ حوالي 35 صاروخ استهدفت المملكة العربية السعودية، لكن فيها اثنين وجهوا نحو مكة المكرمة، ودي مسألة خطيرة جدا. الآن السعودية يعني غير خطر الحوثيين يعني الذين يعني تخوض ضدهم حرب في منظومة التحالف العربي الإسلامي، هنالك خطر آخر اللي هو خطر المتطرفين، ويمكن ضبط هذه الخلية وخلايا أخرى، والمسألة مستمرة منذ فترة طويلة جدا. السعودية يعني تحاول السيطرة على هذه المجموعات وإبطال يعني مخططاتها قبل أن تقع. بالنسبة لاتهام المواطن السوداني عبد العظيم الطاهر، حقيقة في بحث استقصائي تم برضو اليوم في الصحف، وأظن في صحيفة السوداني برضو، أجرته يعني الصحفية النابهة لينا يعقوب، حول شخصية هذا المواطن. أجل صحيح. واتضح أنه من منطقة سنار، عنده صفحة كانت في الفيسبوك معطلة قبل عام، محب لكرة القدم، محب لكرة القدم، لكن حصلت تحولات يعني بعد أن غادر السعودية. أهله بيفتكروا أنه ما عنده علاقة بهذا الذي حدث، ما عنده علاقة بأي تطرف، ما عنده علاقة بأي مجموعات إرهابية، وإنما حظه العاثر هو الذي جعله يسكن وسط مجموعة من الباكستانيين والمتطرفين. هذه مسألة لا نستطيع البت فيها حقيقة. هو متهم حتى الآن، هو متهم حتى الآن، ما لم تثبت التهمة، ما لم تكتمل. صحيح أن عائلته قالت أن يعني نشرت له الصحيفة صور من مع لاعبي كرة قدم، أكد اهتمامه بالرياضة وبالفنون، وصور مع أحد المصورين، صور مع الفنان جمال فرفور، يعني كذا. طيب يعني هذه التهمة التي وجهت لهذا الشاب السوداني، هل سيكون لها آثار سالبة على السودانيين المتواجدين من المملكة العربية السعودية؟ لا أعتقد ذلك، ما حيكون. وبعدين الأمن السعودي بالمناسبة يقظ جدا وصاحي جدا، وبعدين الذين يعني يتبنون الفكر المتطرف ظاهرين في مظهرهم وفي ملبسهم وفي طريقة تعاملهم وكذا، لكن مواطنين السودانيين مواطنين وسطيين عاديين، ما أظن يكون بيناتهم يعني متطرف. حتى هنا في السودان لو لاحظت حتى الذين يعني جاءت فترة من الفترات الناس ما في حتى يعني الذين يعني اتهموا بأنهم التحقوا بداعش، كل الذين اتهموا ما لم يتجاوز عددهم 80. حتى التفجيرات في ليبيا التي كان مسؤول عنها السودانيين هم بالعدد، يعني عدد قليل جدا، عدد قليل جدا. ويمكن دي لطبيعه الشعب السوداني التسامح، يمكن لطبيعه المجتمع السوداني الذي يقبل الاخر، يمكن لاشياء كثيره جدا يعني ما بتخلي هذه الروح يعني تطغى على المواطن السوداني، روح التطرف وروح محاوله الانتقام أو فرض الرأي بالقوة. صحيح. طيب دعنا ننتقل سوياً إلى صحيفة التيار، منها نقرأ خبر حل المؤتمر الشعبي. وفي التفاصيل، كشفت مصادر رفيعة في المؤتمر الشعبي عن اتجاه لحل الحزب بمؤسساته كافة عقب إعلان المنظومة الخالفة المتجددة. ونقلت المصادر لصحيفة التيار أن هيكلة جديدة سوف تتم داخل الحزب لتتوائم مطلوبات المرحلة القادمة، تمهيداً لإنفاذ المنظومة الخالفة كبديل سياسي. ويعتزم الحزب في مؤتمره العام القادم اختيار أمين عام انتقالي لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر. وأشارت التيار إلى أن زعيم الحزب المفكر الراحل دكتور حسن الترابي كان يعتزم حل الحزب المؤتمر الشعبي في إبريل الماضي. هل سيحل المؤتمر الشعبي؟ لم تبتعد كثيرا التيار عما كان سيحدث من حل حزب المؤتمر الشعبي في حياة الراحل الدكتور حسن الترابي. نعم. لكن مش هو كان حل نهائي. نعم. هو حل يجمع كل أصحاب التوجهات الإسلامية على صعيد واحد سياسي وحزبي وكذا، يعني في إطار يجمعهم مع بعض، ويجمع الآخرين أصحاب التوجهات الأخرى أو ما يسمون بالعلمانيين في اتجاه واحد أو كذا، يعني باعتبار أن يكون في كتلتين كبيرتين. الآن الكلام بفتكر إنه ما عايز أقول سابق لأوانه، لكن يعني هنالك أقوال كثيرة حول هذا الأمر. يمكن الدكتور بشير آدم رحمة اليوم في واحدة من الصحف برضو كان حدد إنه ديسمبر هو موعد المؤتمر العام للحزب المؤتمر الشعبي. رد برضو الشيخ إبراهيم السنوسي قال نحن ما حددنا، والناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي هو الأمين العام وليس أي شخص آخر. فما عايز أقول إن هذه مؤشرات صراع داخل المؤتمر الشعبي، لكن قد يكون في اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في
تناول القضايا اختلاف في تحديد المواقيت. طيب نحن أنا وأنت سوياً والمشاهدين نحاول نستطلع مزيد من التفاصيل. نعم. نشرك معنا على الخط الهاتفي الأستاذ الصحفي طلال إسماعيل. السلام عليكم أستاذ طلال. وعليكم السلام يعني وكل المشاهدين الأعزاء. أهلا بك. المنظومة الخالفة آخر عمل أنجزه الراحل دكتور حسن الترابي. يعني طلال هل تتوقع أن ينجح الحزب بإقناع الآخرين بتطبيقها أم أنها ستواجه بعقبات خاصة في إشارة الآن حتى داخل المؤتمر الشعبي نفسه؟ نعم الصف الشعبي فعليا هو يتجه إلى المنظومة الخالفة. إذا نظرنا إلى أنه لا يريد أن يشارك في حكومة الوفاق الوطني. نعم. التي ستنفذ مخرجات الحوار الوطني هو يتجه على ما رسمه الدكتور حسن عبد الله الترابي. إضافة إلى ذلك أن هنالك تفاهمات كثيرة جرت ما بين اللجان خاصة بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني وبعض القيادات الأخرى. نعم. التي ستشارك في هذه المنظومة. الخلاف حول قيام المؤتمر العام هو خلاف حول التوقيت فقط. لأن الآن فعليا هنالك هيئات الشورى في الولايات تقوم بأعمالها وتصعد إلى المؤتمر العام كذلك. بعض الولايات قامت مؤتمراتها العام. هي مسألة التوقيت فقط ليس إلا. إذا قرأنا قرار عدم المشاركة في الحكومة القادمة مع ما يحضره الآن نجد فعليا أن قيادات المؤتمر الشعبي تسعى إلى قيام هذه المنظومة الخالفة. طيب أستاذ طلال دار حديث كبير عن إمكانية توحيد الحركة الإسلامية في المرحلة المقبلة. يعني هل الطريق صار ممهدا لتحقيق ذلك الآن؟ نعم لأنه لم يعد سرا مخفيا بعد أن صرح به الأمين العام للمؤتمر الشعبي السابق عليه رحمة الله الدكتور حسن عبد الله الترابي. نعم. وعبر عنه رئيس حزب المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية عمر البشير في أكثر من مناسبة. ولعل الحوارات التي جرت بينهما تشير إلى أن المرحلة المقبلة سيكون هنالك ربما شكل سياسي جديد للإسلاميين بظهور بثوب آخر. قد يتخلى أيضا المؤتمر الوطني عن هذا المسمى ويظهر اسم جديد ليس بالضرورة أن يكون هو المنظومة الخالفة المتجددة كما يشاع، وإنما عند انعقاد أول مؤتمر عام ربما يظهر حزب سياسي جديد يجمع كل هذه التكتلات التي انشق بها الإسلاميون منذ المفاصلة في العام 1999. أستاذ طلال إسماعيل الصحفي شكرا جزيلا لك. ما تعليقك على أهل الأستاذ طلال من القريبين جدا لهذا الملف. وأنا أفتكر أنه يعني ما حدث يعني زي في اتفاق على أنه المسألة هي خلاف في موعد المؤتمر العام. مسألة أنه تكون في جبهة واحدة. نعم. تجمع كل الناس الإسلاميين وكل مش يعني ما بضر الوطني والشعبي فقط. هي المسألة حتتسع أكبر من كذا. كل الحركات الإسلامية. يعني أفتكر أنه حيدخل فيها يعني يعني أنا ما داري أسمي المسميات لأن بعد يمكن ما تخش، لكن عدد كبير جدا من الأحزاب الإسلامية تدخل في هذا التجمع الكبير أو هذه الجبهة العريضة باعتبارنا تصبح يعني ككتل مكون أساسي لهذه الجبهة. ويعني تكون هي حزب كبير جدا وعريض وقد يختلف الاسم حقيقة ويتغير إلى هل سيحذو الآخرين نفس الحذو غير من غير هذه الكتلة؟ أفتكر إنه إذا كانوا عقلاء حقوا يحذو نفس الحذو. يعني أنا لو عندي حزب عضويته ما مكملة 2000 أو 3000 فرد ما قيمة هذا بتاع وزعتهم على الدوائر ما حد مضى صوت واحد. صحيح. ونحن التمثيل عندنا ما نسي بالانتخاب بالصوت الحر. سيضطرون إلى التكتل لازم. هل تعتقد وجود كتلتين في البلد فقط هو أمر سليم؟ كتلتين أو أكثر يعني بقليل يعني فلنقل لكن كانت هي الكبريات. الآن يعني. إحنا عندنا كم حزب؟ عندنا 91 حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. والأحزاب نفسها منشطرة ومنقسمة. صحيح. ويعني أحزاب أصبحت أحزاب أميبية. حزب الواحد يتفرع إلى 9 أو 10 فعلا هذا تشبيه أحزاب. صحيح هذا التشبيه الصحيح. أشكر لك جدا مشاركتك معنا اليوم الكاتب السياسي والمحلل الصحفي الأستاذ مصطفى أبو العزيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كثر خيرك. وتواصل معكم في فقرة محرر اليوم والتي نقدمها اليوم من صحيفة الانتباه حيث التقينا بالصحفي المثنى عبد القادر. كان قد نشر تقريرا بعنوان لير مدينة جثث الجنود المتفحمة والحقول الغارقة في دماء المدنيين. نشاهد سويا. منطقة لير بولاية الوحدة هي جزء من الحرب في دولة جنوب السودان، جزء لا يتجزأ، وهي منطقة ملتهبة كالعادة لكن عندها رمزيات متعددة.
لير في العقلية بتاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد التمرد بتاع 83 تعتبر كانت أول مدينة استراتيجية استولت عليها الحركة الشعبية. ده في المخيلة بتاعت الحركة الشعبية. لير بعد ذاك انتقلت بقت رمزية بعد الحرب بتاعت 2013 اللي اندلعت في الحرب الأهلية الحالية، لأنها هي مسقط زعيم المعارضة دكتور رياك مشار. لير هي منطقة بتاعت نيوير، فيها عادات مختلفة من النيوير، لكن هي موجودة فيها أكثر شيء النيوير بتاع أدوك، وهي فرع من الفروع النيوير من قبيلة النيوير. ونقدر نقول أنه المنطقة دي هي من أكثر المناطق بتحتوي على البترول، عشان كده بنلقى فيها صراع كبير جدا، خاصة أن الصراع جزء من الصراع الحاصل أساسا في جنوب السودان، النفط فيه بياخد حيز كبير. يعني إذا أخذنا برضو في الاعتبار أنه منطقة لير نفسها كانت أول منطقة ينقتلوا فيها أو يتعرضوا فيها العمال بتاع شركة شيفرون الأمريكية سنة 85 بعد اندلاع التمرد. منطقة لير الأحداث الحالية اللي اندلعت فيها مؤخرا خلال أسبوعين الفاتوا كانت فيها أحداث بتاعت قتل غير احتيادية، الجثث متناثرة مالية شوارع المدينة. التقارير تحت الأمم المتحدة أكدت أنه لير بس حصلت فيها أكثر من 1300 حادثة اغتصاب، حدثت فيها أكثر من تم فيها حرق أكثر من 1500 منزل. لير أيضا شهدت برضو الحادثة المفجعة بتاعت الإعدامات اللي تمت داخل الحاويات، يعني كانوا المدنيين بيدخلوهم جوا الحاويات وبظلوا فيها لغاية ما الواحد فيهم بيموت، وبعد ذلك بيطلعوا الجثة وبيخلوا الباقيين لسه قاعدين جوا الحاويات. دي واحدة من الحاجات المفجعة جدا اللي كانت شهدتها مدينة لير. وكما ذكرنا أنه لير جزء لا يتجزأ من الأحداث المشتركة في دولة جنوب السودان، لكن هي بتورينا البشاعة تحت الحرب اللي بتعيش دولة جنوب السودان. السلام في المنطقة ما بنفتكر أنه ممكن يحدث قريب لو ما بقت في إرادة من الطرفين في بين الصراع في الحكومة أو المعارضة، لكن بالنسبة للير تاني بنرجع أنه مستقبلها حيكون غالبا أنه حيتم تهجير كل السكان، يعني ما يجري من قتل ما يجري من دمار، يعني ده كله لصالح الشركات البترولية في المستقبل. والآن ننقلكم إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية والإقليمية، ونبدأها من صحيفة The New York Times الأمريكية. نقرأ: احتجاجات في المغرب على موت بائع سمك داخل ضاغطة قمامة. اندلعت احتجاجات في المغرب بعد وفاة بائع سمك الذي وفقا لشهود عيان سحق حتى الموت في آلة ضاغطة بعد أن قفز في شاحنة لجمع القمامة لاسترداد بضاعته. ونشرت صور للرجل الذي تم تعريفه في التقارير الإخبارية بمحسن فكري، وهو في 31 من عمره بعد وفاته ليلة الجمعة في مدينة الحسيمة الساحلية الشمالية. واندلعت في المدينة على الفور احتجاجات انتشرت يوم الأحد لمدن مثل مراكش والعاصمة الرباط. وأمر الملك محمد السادس وزارة الداخلية بإجراء تحقيق دقيق وشامل وإلى توجيه اتهامات ضد أي شخص قد قاله في القانون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء المغرب الرسمية يوم الأحد. وقد قفز فكري والعديد من أصدقائه في شاحنة لجمع القمامة بعد مصادرة السلطات بضاعته تبلغ قيمتها نحو 11 ألف دولار من سمك أبو سيف، وهي من الأنواع المحمية في المغرب. عندما بدأت الضاغطة التشغيل أنه ليس من الواضح لماذا خرج الأصدقاء، ولكن ما زال فكري عالقا في الداخل. وقال شهد عيان ذكر في تقارير إخبارية محلية أنه سمع أحد ضباط الشرطة المتورطين في الحادث يسأل عن تشغيل ضاغطة النفايات لإخافة الرجال الذين حاصروا الشاحنة. ومن ذا بزنس ستاندرد الهندية نقرأ: تركيا تفصل أكثر من 100,000 موظف حكومي. قالت جريدة تركية رسمية أن سلطات البلد فصلت أكثر من 100,000 موظف من الموظفين الحكوميين مع استمرار الحكومة في حملة على انقياب لوليو الفاشل.
تم التخلي عن خدمات 10,131 موظفا حكوميا معظمهم من وزارات التعليم والعدل والصحة وفقا لتصريحات نشرت في وقت متأخر أمس. وأعلنت الحكومة أيضا عن إغلاق 15 من وسائل الإعلام الموالية للأكراد وغيرها، وكذلك أوقفت انتخابات مدير الجامعات. وسيقوم الرئيس رجب طيب أردوغان باختيار الفائزين من بين مجموعة من المرشحين الذين تم حصرهم من قبل سلطات التعليم في البلاد. جاءت هذه الخطوات بعد 3 أشهر من إعلان الحكومة حالة الطوارئ بعد محاولة فاشلة من قبل فصيل منشق من الجيش للإطاحة بأردوغان. وتم القبض على أكثر من 35,000 شخص منذ ذلك الحين، وفصل وإيقاف العشرات من المعلمين وضباط الشرطة والقضاء من وظائفهم. ومن ذا جارديان البريطانية نقرأ انهيار مباني تاريخية في أقوى زلزال تشهده إيطاليا. أقسم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أن بلاده ستعيد بناء المدن والقرى المتأثرة في وسط إيطاليا التي هزتها زلازل بقوة 6.6 على مقياس ريختر صباح الأحد، قائلا إن المنطقة تمثل روح بلدنا. ويعتبر الزلزال الأقوى الذي ضرب إيطاليا منذ العام 1980، وقع في مناطق ماركي وأمبريا أيام قليلة بعد زلزالان آخران، وكذلك أدخل الخوف وشرد الآلاف من السكان الذين كانوا يعيشون حالة توتر مسبقا، الذين شاهدوا المباني والجدران القديمة في مدنهم بما في ذلك كنيسة سان بنديتيو في نورسيا التي تعتبر موقعا مقدسا تنهار في أكوام على الشارع. وصرح رينزي إننا سوف نعيد بناء كل شيء، المنازل والكنائس والمحلات التجارية، نحن نتعامل مع أراضي رائعة، أراضي الجمال. وكان مركز الزلزال حوالي 40 ميلا جنوب غرب مدينة بيروجيا وعلى مقربة من بلدة نورسيا والتي أيضا قد ضربت بزلزال ليلة الأربعاء. لم تكن هناك وفيات أعلن عنها في أعقاب الزلزال يوم الأحد. ومن ذات الصحيفة أيضا نقرأ بريطانيا ترفض استقبال أطفال لاجئين من معسكر كاليه. رفضت رئيسة وزراء بريطانيا ثيريز ماي تقديم أي تعهدات باستقبال أطفال اللاجئين من المتأثرين بتفكيك معسكر كاليه في فرنسا، بعد أن تحدث إليها هاتفيا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مذكرا إياها بواجبها الإخلاقي. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها استقبلت عدد من الصغار الذين ليس لهم مرافقون أو عائل، بجانب مئات الأطفال والصبيان الذين سيتم استقبالهم في الأسابيع القادمة. وقد أخذت الحكومة حوالي 247 طفلا لاجئا خلال هذا الشهر، أغلبيتهم ممن لهم روابط أسرية ببريطانيا. وتواجه رئيسة الوزراء نداءات متكررة من سياسيين فرنسيين ومن بعض البرلمانيين البريطانيين والمنظمات الخيرية لتسريع الخطى والإجراءات وأخذ المزيد من الأطفال الذين لا مرافق لهم كانوا سيعيشون في معسكر كالي أو كانوا يعيشون هناك، وتم توزيعهم الآن في مناطق مختلفة من فرنسا. ومن ذا التلغراف البريطانية الديمقراطيون يحتجون ضد إعادة التحقيق في رسائل كلينتون الإلكترونية. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة FBI أنه يحقق في رسائل بريد إلكتروني جديدة بعثتها هيلاري كلينتون من مخدمها الخاص خلال وقتها كوزيرة الخارجية، الأمر الذي أدخل حملتها الرئاسية في قلق متزايد قبل 11 يوم فقط من الانتخابات. وتم العثور على رسائل البريد الإلكتروني أثناء التحقيق في رسائل نصية خادشة للأخلاق بين أنتوني وينر عضو الكونغرس السابق وفتاة تبلغ من العمر 15 عاما وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. جدير بالذكر أن هما عابدين زوجة السيد وينر هي أحد أقرب مساعدي كلينتون، ورفعت مجموعة من حزب كلينتون الديمقراطي شكوى رسمية مع وزارة العدل ضد جيمس كومي تتهم فيها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتدخل في الانتخابات الرئاسية. ويدعي الديمقراطيون أن كومي قد خرق قانونا موجودا يمنع الموظفين الفيدراليين من ممارسة النشاط السياسي. وإلى الصحافة الأمريكية من واشنطن بوست نقرأ الرئيس الفنزويلي يلتقي بمعارضين. من المقرر أن يجتمع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مع عدد من ممثلي المعارضة بجانب وسطاء أجانب، الأمر الذي ينظر إليه خصومه كتكتيك لكسب الوقت وتخفيف الضغط على الرئيس غير المحبوب. وأعلن السكرتير العام للتحالف المعارض جيسوس توربييلا أنه سيحضر الاجتماع ممثلا لحوالي 30 تنظيما سياسيا، ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع ممثلو كتلة يوناسور الإقليمية وثلاث رؤساء سابقون لبلدان إسبانيا وبنما وجمهورية الدومينيكان بجانب مبعوث من الفاتيكان. وكانت الوحدة الديمقراطية للتحالف المعارض قد نظمت احتجاجات منذ أن تراجعت السلطات عن خطتها لإجراء استفتاء حول حكم مادورا هذا العام، عندما أشار الاستبيان إلى خسارة مادورا وبالتالي حتمية إجراء انتخابات رئاسية. هذه جولة نختتمها مع الصحافة الفرنسية ونقرأ من لوموند. السلطات التركية تحتجز مسؤولين من المناطق ذات الأغلبية الكردية.
أعلنت محكمة تركية أمس الأحد أنها قررت احتجاز عمدتي ديار بكر الواقع وسط جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، وقد أتهما بالقيام بأنشطة إرهابية لها صلة بحزب العمال الكردستاني. وكان كل من غولين كيسانك وفيرات آنلي الذين انتخبا معا عام 2014 في قيادة ديار بكر قد وجهت لهم اتهامات بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وتقديم دعم لوجستي لتنظيم إرهابي مسلح آخر وفق بيان أصدرته المحكمة. وقد وضع الاثنان في الحجز بعد القبض عليهما مساء الثلاثاء، الأمر الذي أشعل موجة من العنف في المنطقة. وقد تم أيضا اعتقال النائب السابق لحزب السلام والديمقراطية إيلا أكات أتا مساء يوم الأحد. ختاما نترككم مع أصحاب الريشة الساخرة، رسومات كاريكاتيرية هذا اليوم، مختارات من صحف محلية وعالمية. لقاءنا معكم لا شك يتجدد في الغد بإذن الله، وجولة جديدة مع آخر الإصدارات المطابع المحلية والعالمية. تابعونا دائما على وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة عنا. إلى اللقاء.